السلام عليكم. دلوقتي هنشوف موقع اسمه دريم ستوديو دوت اي اي. ممكن تكتب له اي كلمه انت عايزها وتحدد بقى الويتس اللي انت عايزه والهاي، تمام. ممكن تعمل صوره كبيره صغيره زي ما انت عايز، والسكيل اللي انت عايزها، التيبس، الموديل اللي انت تشتغل بيه، تمام. يعني انا هشتغل مثلا، اجرب دوت. واقول له دريم، تخيل، احلم، فيبدا يجيب لي شكل مثلا لمدينه في الفضاء وحاجات زي كده. فتقدر انت تغير الكلام اللي انت عايزه ويجيب لك صور مختلفه. طيب انا هغير الموديل واقول له دريم، الجواب بالشكل دوت. ممكن تحمل اي صوره فيهم، او ممكن تقول له حمل لي الصور كلها في ملف مضغوط. الأربع صور تقدر تحملهم في حلقة واحدة، أو كل صورة فيهم تقدر إن أنت تحملها عادي. ممكن لو أنت عايز تعمل تعديلات بسيطة بيدخل بيديك حاجات بسيطة خالص تعدل فيها. يعني الصورة دي أهي تقدر إن أنت تعدل فيها تعديلات بسيطة أهي بالشكل دوت، تمسح حاجة، ترسم حاجة،